جوج اكبر اندية افريقية تلاقاو على التوالي البارح. الوداد البيضاوي كازابلانكا ونادي الاهلي المصري كيف ما تلاقاو في الفينال ديال العام اللي فات واللي كان فيها واحد السيد اللي سميتو كابتن وليد الركراكي وربحهم بلا الاده وجاب تشامبيونز ليغ ثالثه لفريق الوداد. هذا العام الوداد بدلوا 4 مرات لونترينور ديالهم في موسم واحد، 4 ديال المدربين الاخوان اللي دازوا. العام اللي فات كان الركراكي بوحدو وغادي وجاب تشامبيونز ليغ ووصل للفينال، وهذا العام 4 المدربين وصلت الوداد للفينال. يعني التسيير كيلعب دور كبير في هذه المعادله. الرئيس ديال الوداد السيد سعيد الناصري هبط في مطار القاهره الدولي وتلقاو ليه بزاف ديال الصحفيين المغاربه كيسولوه وهضروا ليه على التذاكر اللي خلاو الاهلي الوداد. قال لهم ان الاهلي خلاو 2500 تذكيره لجمهور الوداد، ودوك 2500 تذكيره شداتهم الوداد، شراتهم كاملين بفلوس الوداد وخلاوهم وغيوزعوهم اولا غادي يبيعوا الجماهير اللي غيديبلاصاو مع الوداد تما. وسولوا الصحفي قال لي واش غتعطيهم؟ قال لي ما عندناش مشكل، نقدروا نعطيوهم اولا نقدروا نبيعوه على اللي بغيتو، ما كاينش مشكل. ولكن اللي كاين هو انهم خصوا لنا 2500 تذكره، قلنا حنا ناخذوها ونحطوها راه اشاره للجماهير اللي غادي يجيو ان شاء الله، لان غادي يجي باش هما سادين اللي يجي فين غادي يلقاهم. قلنا نخصوا لهم واحد المكان، ماشي مشكله ديال الاداء ديال، راه مساله جد عاديه 2500 تذكره ماشي تكلف يا سيدي. مرحبا، راه تكلف بها الوداد من عند الميتون ديال الوداد ديجا. يعني متوفرين التذاكر؟ متوفرين. السؤال هو منين كيجيبوا الوداد هاد الفلوس وشحال يقدروا يربحوا في هاد المسابقه وهاد الفينال اللي داوها وان شاء الله غيديوها. هاد الفرقه اللي لعبات مع الوداد البارح واللي الروتور ان شاء الله غيكون في الدار البيضاء، شحال القيمه السوقيه ديال اللعابه ديالها؟ الا جمعنا اللعابه ديال الاهلي شحال كيسواو ديال الدولار، والا جمعنا ديال الوداد شحال كيسواو؟ هادو اللي تلاقاو العام اللي فات وعاودوا تلاقاو هاد العام، واش عنده بنفس القيمه اولا لا؟ واش هاد البطوله وهاد تشامبيونز ليغ اللي كلشي كيتضارب عليها وكاع الفرق الكبار الافريقيه كيتنافسوا عليها فيها شي فلوس اولا لا؟ هادشي كامل غادي نهضروا عليه اليوم باذن الله. عطيوني وديناتكم مزيان، انا عزيز نوفل وهذه قناه المقاول. الوداد فريق عريق ودابا كيقلب على البطوله الرابعه ديالو باذن الله، وفاش كيكون لاعب في الادغال ديال افريقيا كيديبلاصا معاه عدد كبير من الجماهير الوداديه بحال جميع الفرق المغربيه الاخرى، وكاين اللي جاي حتى من اوروبا الاخوان غادي حتى للقاهره باش يتفرج. حنا شويه كاكسبسيونيل، حنا جينا من باري دونك داكشي داز في الويد دغيا، عطينا باسبور مغربي 300 جنيه وخدينا لي تيكي ديالنا تقريبا 100 درهم مغربيه، فوالا داكشي اللي كاين. الجماهير اللي هبطوا في القاهره ديال الوداد شراو التذاكر ديالهم بلا ازدحام بلا مشاكل بلا والو، لقاو كلشي واجد كما شرحت لكم قبل، خداو التذكره ب 100 درهم ديالنا رمزيه، كاين اللي زيد عليها لا والو. التيران كان فيه 50,000 متفرج، 50,000 ديال الحناجر كتغوت، وفي دوك 50,000 يلاه 2500 ديال المغاربه، قل من 10% الاخوه، نقولوا 5%، 95% مصريين و5% مغاربه، ورغم هادشي كامل كيسمعوا الصوت ديالهم الاخوان، راكم عارفين الجمهور ديال المغرب. الاهلي كيعتبروا راسهم هما الاسياد ديال افريقيا ومن حقهم، داو هاد البطوله 10 ديال المرات، 10 ديال النجمات خصهم توني فيه غير النجوم، ودابا كيقلبوا على 11، الوداد دات 3 مرات ودابا كيقلبوا على الرابع، 10 3 ديال الفرق، حيت الميزانيه ديال الاهلي ما كتقارنش بديال الوداد وما كتقارنش بديال افريقيا كاع، كنهضروا على 2 مليار و50 مليون جنيه، هذه هي الميزانيه ديال الاهلي، هي واحد 140 مليون دولار، هي تقريبا
تقريبا واحد 145 ولا 150 مليار سنتيم ديالنا، بزاف ديال الفلوس. جريدة أشطاري 24 كانوا كتبوا واحد المقال على هاد القضية، وقالوا أن الميزانية ديال الأهلي بوحدها أكثر من ديال البطولة كاملة في جوج، كاع الأندية ديال البطولة في جوج، وهي أكبر ميزانية في أفريقيا الإخوة. وعلاش هما داو 10 المرات وطامعين في 11 والوداد داتها غير 3 وطامعة في 4؟ حيت كاين واحد العامل آخر اللي هما اللعابة، القيمة السوقية ديال اللعابة اللي عندهم شحال ساويين دوك اللعابة، حيت بالقيمة السوقية كتعرف الكاليتي والجودة ديال اللعابة اللي عندك. واخا وليد الركراكي بين لهم العكس وقال لهم كاع هاد الميزانية اللي عندكم واللعابة اللي عندكم والهيلالة اللي عندكم، حنا عندنا جمهور، حنا عندنا جرينتا، حنا عندنا رغبة، حنا عندنا روح قتالية، أو الله لا ديتوها. وداكشي اللي دار مع إسبانيا والبرتغال وبلجيكا وكندا وداكشي كامل في كوب دو مون ما بقاتش في ميمي. على حسب الموقع ترانسفير ماركت، لا جمعنا القيمة السوقية ديال الفراقي بجوج الوداد والأهلي غادي يعطيونا 50 مليار سنتيم ديالنا. يعني باش يكون داكشي متوازن وإيكيطابل بين الفراقي، شحال خاصها تكون القيمة ديال كل فرقة باش يلعبوا بجوجهم في الفينال ويكونوا الحظوظ بحال بحال؟ هي 25 25، وحده القيمة ديالها 25 مليار والأخرى القيمة ديالها 25 مليار. شحال تقولوا القيمة السوقية ديال اللعابة ديال فريق الوداد البيضاوي اللي جمعتيهم كاملين؟ شحال عطيوك الفلوس اللي بعتي كلشي واجدين؟ لجمعنا لعابة فريق الوداد البيضاوي كاملين القيمة السوقية ديالهم 19.5 مليار سنتيم. 19.5 هي 18.63 مليون أورو، وديال الأهلي هي 29.75 مليار سنتيم، وتقريبا 30 مليار سنتيم. يعني القيمة السوقية ديال اللعابة ديال الأهلي فايت القيمة السوقية ديال اللعابة ديال الوداد 11 مليون أورو. أيها الإخوة، وقلعوا معايا شكون هو أغلى لعاب عند فريق الوداد البيضاوي؟ أيه، هو داك اللي لعب في المونديال وبيهم جوج، يحيى عطية الله. طلعت القيمة ديالو في المونديال قطر 2.5 مليار سنتيم. من موراه كيجي يحيى جبران ب 1.7 مليار سنتيم. حارس المرمى محمد رياض التقناوتي 1.5 مليار سنتيم. وكاين لعابة اللي تزادت القيمة ديالهم هاد الموسم اللي لعب فيه الوداد، بحال السنغالي جونيور سامبو اللي يساوي 1.5 مليار سنتيم، المدافع أرسين زولا 1.2 مليار سنتيم. أما أغلى لاعب عند الأهلي الإخوان، قلعوا معايا شحال القيمة السوقية ديالو. الدولي المالي أليو ديانغ بوحدو الخوت ساوي 3.5 مليون أورو، هي 1.8 مليار سنتيم، قول 4 قول ساوي لعابة الوداد زولا وسامبو مجموعين، وتقدر تزيد معاه شي جوج ولا ثلاثة لعاب آخرين الوداد بوحدو. الدولي المصري وحارس المرمى ديالهم المشهور محمد الشناوي ساوي 3 مليون ديال الأورو، وعندهم اللعابة محمد مجدي، محمد شريف وبيرسي طاو، كل واحد فيهم ساوي 2 ديال المليون ديال الأورو. إلا جمعتيهم بثلاثة غيعطيوك 6 مليون ديال الأورو. ولكن ما يغركمش هادشي، كيبقى الوداد هو رابع فريق إفريقي للعابة ديالو عندهم أعلى قيمة سوقية في القارة كاملة، من مورا الزمالك، من مورا ماميلودي سان داونس اللي خرجاتهم الوداد، ومن مورا الوحش الأهلي. الوداد هما الرابعين. السؤال اللي كيتطرح هو الوداد شحال غادي يديو من هاد الهيلالة كاملة؟ كنشوفوهم غاديين بطيارة خاصة، كنشوفو لي شارج، غاديين بالطباخين، كيتنافسو من الأول، كيسافرو لأدغال إفريقيا. شحال غادي يربحو إلا داو إن شاء الله هاد البطولة؟ إوا سيادنا، كيف ما كتعرف العام اللي فات دات على الوداد مع وليد الركراكي، وكانوا داو واحد المبلغ ديال 20 مليون درهم، ماشي مليار، مليون درهم. هي جوج المليار سنتيم، هي قل من القيمة السوقية ديال يحيى عطية الله، هي جوج المليون تقريبا ديال الأورو. وفاش الوداد دات العام اللي فات عصبة الأبطال الإفريقية كانت شاركات في كأس العالم للأندية، غير ديك المشاركة بوحدها لكأس العالم ديال الأندية دات فيها 10 مليون ديال الدرهم تقريبا النص. هذيك غير المشاركة عطات عليها الفيفا لا حتى الميزانية ديال الوداد، هي قول واحد مليون أورو. دابا بالله إلا الله كاملة غادا دي الوداد جوج المليون أورو إن شاء الله لربحوا هذه المسابقة. وغير البيع ديال التذاكر الإخوان، داكشي اللي كتدخل الوداد من بيع التذاكر العام اللي فات دخلوا بيه تقريبا 10 مليون ديال الدرهم. حقوق النقل اللي كتعطي الإذاعة للوداد 600 مليون
سنتيم هي واحد 6 مليون ديال الدرهم. اما الضربه الحقيقيه اللي عند الوداد واللي عند سعيد الناصيري فين كيدخلوا الفلوس مزيان وفين كاينين الارباح بزاف هي في الاشهار. اييه في الاشهارات العام اللي فات فريق الوداد دخل اكثر من داكشي اللي دخل فاش ربح عصبه الابطال 3 المليار سنتيم الاخوان. اييه عصبه الابطال 2 الاشهارات 3 تشامبيونز ليغ ديال اوروبا اللي ملعوبه هذا الاسبوع واللي غادي تجمع بين فريق انتر ميلانو الايطالي وفريق مانشستر سيتي الانجليزي اللي غادي يربح غادي يدي 20 مليون اورو. حنا 2 و20 عشرات المرات كثر الاخوان. ايه فرق شاسع يعني الضربه الحقيقيه اللي عند الوداد هي في الاشهار. وفاش غادي تولي بطل افريقي كتزيد في الاشهار ما كتبقاش حاسب ليه 3 المليار سنتيم. لا داك اللوغو ديالك اللي بغيتي تحطو على الوداد خاصك تزيد حيت ما بقيتيش غادي تحطو غير على الوداد لا غتحطو على بطل افريقيا. وكنشوفوا ان الوداد بالميزانيه ديالها كتنافس مع الاهلي وكطيح معها المره الثانيه في الفينال ميزانيه ديالها. وليد الركراكي بين لينا ان الفلوس ماشي هما كلشي. اش كيبان لكم الاخوان في الماتش روتور واش الوداد تقدر دير الكاس او لا؟